مؤسسات تبحث عن أسواق جديدة. هنا بالصالون الوطني للمنتوج المحلي في طبعته السادسة، 60 مؤسسة وطنية حاضرة هنا، فرصة لهؤلاء العارضين للترويج لمنتوجاتهم والبحث عن أسواق جديدة والتعرف على شركاء جدد. الهدف من جامعة جيتكس المشاركة في هذا الصالون يعتبر كوسيلة للبحث عن أسواق جديدة والعلاقات والتعرف بشركاء جدد، وأيضا ترقية المنتوج الجزائري. بحثوا على دي بارتنير، أو نبحثوا على دي كليون اللي ياخذوا المنتوج. واليوم احنا الاوبجيكتيف الاول تاعنا هو البحث على دي كليون خارج الجزائر. توجه الحكومة لوضع قائمة للمواد الممنوعة من الاستيراد دفع بمتعاملين اقتصاديين للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج محلياً والعمل على التموقع في السوق. احنا الشركة تاعنا كانت في الأول متخصصة في الاستيراد تاع مواد لي برودوي كوزميتيك بارا فارماسيوتيك برودوي ديجيان ودونتروتيان. من بعد اللي استدير خرج قانون منع استيراد المواد هذه، كانت اسمها لا فولونتي تاع البي دي جي تاع الجروب تاع المؤسسه باش نفوتوا من اطار تاع مستورد الى اطار تاع منتج. برنامج الحكومه الهادف لتنميه المناطق الحدوديه وفتح المعابر من شانه ان يحفز المزيد من المتعاملين الاقتصاديين للتوجه للانتاج وترقيه المنتوج الوطني. كان مؤخرا لقاء اخر معرض قمنا بتنظيمه في نواكشوط، حين شاركت أكثر من 170 مؤسسة وطنية. كل الزوار يعني ما كانوش يتوقعوا باللي الجزائر وصلت لهذا المستوى من التقدم في الإنتاج. المشاركة في مثل هذه الصالونات من شأنه دفع المستثمر لتقديم الأفضل في ظل المنافسة القوية للمنتوجات في سوق لا تؤمن إلا بالبقاء للأجود.